عوالي. معلمة الرياضة من هالمدينة الجنوبية فور. بلشت ركض أنا وصغيرة وبعدني لهلأ بركض وبتسلى مع الأولاد بالمدرسة. هدفنا هو واحد، نكون مبسوطين. حصة الرياضة كتير مهمة بحياتنا، استفيدوا منها وما تقفوها. سجلوا بنوادي الرياضة، شاركوا بمسابقات الركض. البسوا ثياب مريحة، مرنوا 3 مرات بالأسبوع لنخلص سباق 5 كيلومتر للشباب. لنركض سباق 5 كيلومتر الموضوع سهل، المهم نتمرن قبل بشهر من البطولة. أول نهار حنيجي على التمرين حنركض من 5 لـ7 دقايق، نرتاح نشرب مي، منبلش بالجزء الأساسي من التمرين. رح نركض 3 دقايق سبرينت سرعة زايدة، بعدين حنرتاح نشرب مي، حنعيدهم 5 مرات. النهار الثاني حنزيد شوي وقت، نركض من 10 لـ12 دقيقة، حنرتاح نعمل ستريتشنج. رح نركض 5 دقايق سبرينت سرعة زايدة، حنعيدهم 2 مرات. ثالث نهار رح نركض من 20 لـ25 دقيقة، رح نعمل ستريتشنج، نشرب مي، نرجع نركض 5 لـ7 دقايق، نعمل ستريتشنج. هيك بكون خلص ثالث نهار من التمرين. الأسبوع الثاني رح نزيد شوي وقت أكثر، لكل تمرين رح نزيد 1 دقيقة أو 2 دقائق، وهيك بنكون تحضرنا لسباق 5 كيلومتر.